رجعنا لكم في استوديو نوف على قناة التسعة. تود سويت العبرة مع مهدي وقدور الارتيستو. ها أم، وين العشي نفل قلت لك عليه؟ يا ليش تتفاهى أنت؟ شكون صورت بستنسى الفلوس؟ إيش يهمني فيك تخذوا يا ربي معاك؟ تعليش تعمل فيه هيك انت؟ فاهميني فاهميني، علاش تعمل؟ يدي ربي معاك تخذي ولا ربي معاك امورك هذيك؟ تحبني نمشي نصرك معناها؟ تحبني نمشي نصرك معناها انت؟ فاهميني نمشي نخطف باش انت ترضي عليا؟ كي انت ما تحبينيش علاش فيا؟ تفك عليا. يا ربي. ما الذي دهاك وما الذي أصابك إلى هذا الحد؟ قلت نفسك كيف أصبحت أسيراً لمعاصيك؟ الدمار اللي عايش فيه، من الفقر اللي عايش فيه، البوف الزبانة، لم تخدم في الديار، والخوف الحبوسيت على السرق، وانا بشهيد وبطال تجبل يتهد، وانت تقول لي ما الذي دهاك؟ اذا احب الله عبدا ابتلاه، عد الى الله فالله عنده الخير الكثير. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا رب يا رب كن رضي ثميمتي، ما صارش بي هيك يا ربي يا ربي، أظلمت روحي وأظلمت العبيد اللي تحبني يا ربي يا ربي. شنو نعمل يا ربي يا ربي؟ شنو الحل يا ربي يا ربي؟ شنو نعمل يا ربي يا ربي يا ربي؟ ما عادش لازم يا ربي. شنو الحل يا ربي؟ مخدرات شنية اللي تحكي لي عليها؟ هذيك شيطانية والمولى ناهي عليها. مخدرات شنية اللي تحكي لي عليها؟ هذيك شيطانية والمولى ناهي عليا. الكل يحبوا عزط لا يزيدوا يلوموا في الحكومة، في بالكم بيها فخرة رديتوها فخرة انتوما. سممتوا لنا وذنينا وبالميوعة سنستونا، وجهرتوا بالمعاصي وللمعاصي لزيتونا. أقف قدام المراية غني لروحك غناية، كيف انت تغني غناية تفتن بيها ولاد صغار؟ أنا نحلم وانت تحلم، لكن مش كما أنا نحلم نا نتمنى، انت تتمنى لكن مش كما نتتمنى. أنا نحلم باش نصنع التاريخ، وانتي تحلم تدور سيجار وتشيخ،
بدنا نتمنى مع ربي نصفي النية، وانتي تتمنى تلعب دور الضحية. مخدرات شنية اللي تحكي لي عليها، هذيك شيطانية والمولى ناهي علي. برافو مهدي وقادو لارتيستو. حكينا على الادمان افا، معناتها اليوم نشوفوا معناتها المعاناه نتاع المدمن شنو نجم يعاني معناتها بعد سنوات من استهلاك ماده مخدره. دوك ينجم يخلط انه يعمل برشا حاجات مع اهله، مع الناس اللي يحبهم، معناها ينجم يغلط مع امه، مع مرته، مع عبد عزيز عليها على الاخر. هايفا، انا سهيل باش نحكي على المضار نتاع المخدرات بجميع اصنافها، صنف A وصنف B، لي دروغ دور ولي دروغ دوس. المنشطات والا المخدرات هذوم الكل عندهم انفي الانتيرم على الخلايا الدماغيه، وكي تتلف الخلايا الدماغيه راهو سي ايريفيرسيبل، معناها تتسبب في امراض البيركنسون المبكر، في الزهايمر المبكر، في لي تروبل دو ميموار، في العجز الجنسي لدى الذكور، وهذايا شيء معروف. الضر الفم، الضر اللي الضر الجيوب الانفيه، معناها مظهرها كي تغزر انت على شويه وقت ممكن يسميوه هما ان بليزير، تشوف المظهر من بعد بخلاف على الحالات الاجتماعيه اللي راوها. بالنسبه للقانون تاع 52 اللي الناس تطالب، انه انا مانيش مع التقنين نتاع المخدرات، ضد تقنين المخدرات. وي ما تسجنش، لكن ما تقننش المخدرات، لانه شئنا ام ابينا بجميع انواعها تضر وما تنفعش. بربي سامحني صغير. قدور عندك يلا. اي الكلام اللي قالته تو، فما الناس تو المستهلكين، الناس المدمنين المرضى، راك تجي تحكي له حكايه، الحكايه هكا تعرف يقول لك، يقول لك اي انا نعرف ونعرف اللي كذا، معطيني نعيش لحظتي. خليني نحب نقول له راهو ان كنت تعلم، ان كنت لا تعلم فتلك مصيبه، وان كنت تعلم فالمصيبه اعظم. الوقتاش الانسان يفهم هالحكايه بالضبط، الموقف وقت اللي يتحط فيه، لو طول يتحط في الموقف ديجا اسمع، احنا راهو للاسف الشديد ما فهمتش انا التركيبه نتاع البشر كيفاش. فما ناس ساعات تحير فيهم، يعني يعرف الاضرار واسباب الاضرار لكن هو مواصل، يقول لك الى ان ياتي ما يخالف ذلك. ان شاء الله ربي يهدي الجميع. واضح به. سنه، انا الموضوع هذا خدمت عليه برشا في الصحافه المكتوبه، عملت برشا تحقيقات سواء على الحبوب وانواع الحبوب المخدره وما ينجر عليها. يعني انا وصلت حكيت يعني مع اشخاص ارتكبوا جرائم شنيعه وفظيعه، جرائم شرف. يعني رانا ما نجمش انا نسمي اليوم اسماء يعني الحبوب هذه باسمائها على خاطر ممنوع، لكن بالحق فما انواع بتاع حبوب بالحق اللي تذهب 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 بالعقل وتغيب يعني المدارك الكل وتؤدي الجرائم فظيعه. من ناحيه اخرى فما ما يسمى بالقنب الهندي اللي ما نجموش نقولوا انه ما عندوش اضرار لكن باخف درجه. وملخص الحكايه، وزاد حكيت مع يعني برشا جمعيات اللي لاهيه بالمدمنين خاصه بالقنب الهندي، منها جمعيه فورزا اللي تهتم بالموضوع هذا وبالمدمنين وتعمل لهم احاطه. الملخص بتاع الحديث، ماذا بينا انه نبدلوا نوعيه العقوبات. صحيح فما مضار جسديه كبيره، لكن نبدلوا. انا مع تغيير الوا 52 قانون 52 ومع الغاء العقوبات السلبه للحريه وتعويضها بعقوبات اخرى. واضح به. هنا انا اللي مقلقني في الادمان والظاهره هذه مالوغوزمون اللي قاعده سورتو توا تتفشى بين الشباب،
وفما حاجة أخرى راهي ظاهرة بالحق اختراع على الأخر. برشا من الشباب الملتزم يقول لك مثلا المشروبات الكحولية حرام، دونك يلتجأ للمخدرات من الصنف البي، وبعد يدخل عادة فك الدوامة متاع الإدمان والمشاكل وكل شيء. أنا ماذا بيا؟ ماذا بيا نزيدوا حملات؟ ما يدور يدور على عائلته، عباد عباد اللي قراب بيه. جرائم ويعني نسمع كل نهار في الحالات. أنا ماذا بيا الدولة تعمل هكا ما نعرفش أنا حملات تحسيسية على المخدرات ضد الحبس، بالعكس أنا ماذا بيا يعني كان يعملوا دي سنتر باغ إكزومبل العباد المدمنين يعالجوهم. ماذا بينا أكثر؟ ماذا بينا في كل حتى حومة؟ بوركو با؟ ميساج للصغار أمان ما تجربوش، راهو المخدرات ماهيش حريه، راهي المخدرات ماكش كبرت تحب زعما زعما هكا توري روحك، راهي المخدرات ايفه، راهي المخدرات يوسفي دخلت فيها ما عادش تنجم تخرج. نحب انا الصغار الكل بالحق يحاولوا يعني يبعدوا عليها باي طريقه. سامحني سهيل، بربي سامحني بعد اذنك، احنا اليوم عندنا مشكله راهو في تونس هي مراكز العلاج، ونحب نقول لها ونحب نقول لها نيرا، وللاسف الشديد التونسي اليوم ما تنجمش تقنعه بحمله تحسيسيه، وانت خاطر معاك خويا ما تنجمش تقنعه، يلزمنا نفركسوا في الحاجات اللي تقنع البشر هذا باش يبطل الادمان او الردع. فوالا هذا هو واضح، باش نحكيهم بعد شويه قانونيا كيفاش بالضبط. تنجم مثلا تعدي فيديو نتاع المدمنين نتاع نوع المخدرات اللي خشم يولي اكحل يتقص كومبليتمون، يعني تعديه له كل نهار في ومضه تو يخافوا يتردع. واضح به. قيس رددش شو سهيل، انا ضد الادمان هذا، عندي اصحابي تحطمت عائلاتهم جره الادمان، بالرسمي أميتهم تو تطلب في الشارع. جراير ولده تبع الإدمان، مشى في صنف ب ولا في القنب الهندي، بدا بشوية بشوية تحطمت عائلاتهم. أمه بالحق نشوف فيهم قدامي كيفاش كانوا في نيفو معين، أمه تو ولات تطلب باش تنجم تهز له قفة للحبس. جراير الإدمان سي سي مالورو. قيس صويح، آفة اجتماعية كبيرة الإدمان، والمشكل كونه اغلب المدمنين صغار في العمر، معناتها من نقص المراقبه. ان شاء الله الاولياء معناتها يراقبوا صغارهم على الاقل، نحدوا من النظاره هذه، خاطر هكا يولي عندنا اجيال من المدمنين. شوف الحل ان شاء الله معناتها يكون في مراقبه الاطفال، تبدا بالمنزل ان شاء الله ربي يتوب عليهم ان شاء الله. الادمان الادمان افه كبيره ويلزم حل جذري منا احنا كتوانسه كانسانيه ككل، ومن الدوله زاده يلزمها تكون موجوده وفاعله في الموضوع هذا، والاعلام زاده كما قالت هنا وكما قالوا برشا ناس. دونك باش نحكيو من المنطق القانوني، وباش نحكيو زاده على الوضعيه ككل، باش نستقبلوا المحاميه الاستاذه سماح شقشق. سماح مرحبا، شنو احوالك؟ موضوعنا اليوم في العبره هو الادمان، معناتها نعرفوا اللي برشا ناس تعاني من الموضوع هذا، وناس تحطمت حياتها وحطموا حياه العائلات نتاعهم. اليوم كان عندك ارقام نتاع ناس انها تعاني كيما هكا، او نسبه الناس اللي قاعده تستهلك في تونس؟ سؤال ماذا بيا قبل كل شيء نشكر الممثل على الأداء الموفق نتاعو، بالحق يعطيه الصحة مهدي، برافو. حسينا المعاناة نتاع المدمن، حسينا الصراع الداخلي اللي يعيشه، حسينا معناها الحوار اللي معناها يدور في عقله. أما بلي حبيت قبل ما نبداو في النسب وفي تفشي ظاهرة الإدمان، حبيت نعقب أنه التوجيه خطاب ديني للمدمن في مرحلة اليأس ومرحلة الهشاشة النفسية اللي يعيشها ما تنجمش تكون الحل. المدمن هو فريسة سهلة، وقت اللي نوجهه له خطاب ديني النجم يمشي للانتحار، النجم يمشي حتى للتطرف. هذه ملحوظة حبيت نعقب بالنسبة للسكتش. بالنسبة لنسب استهلاك ولا إدمان المخدرات، نحب نقول اللي في غياب مركز مرصد وطني للإدمان، فما نشاط جمعيتي يحاولوا يعطيونا نسب. للأسف الشديد النسب صادمة جدا، معناها نحكيه اليوم على 83% من شباب تونس جربوا المخدرات ولو لمرة واحدة، معناها وقت اللي واحد جرب المخدرات ينجم يمشي في ثنية الإدمان.
اليوم نحكيو على 400,000 مستهلك لمادة القنب الهندي، معناها اللي هي معروفة بالزطلة. الإشكال الكبير اللي 60% من المستهلكين هذوما ينتميوا لفئة عمرية من 13 ل 18 سنة، معناها اليوم ناقوز الخطر معناها يدق. الإشكال الكبير اللي المخدرات يعني تهدد صغيراتنا، معناها فما بالحق فما إشكال كبير اللي فما نقص في الوعي، وفما معناها تهديد جدي للصغيرات في معناها في الموضوع هذايا في الاستهلاك وفي الإدمان. اليوم ما نعرفش اليوم المشرع أو القوانين اليوم الحل الردعي حل ولا مش حل؟ ما ينجمش يكون حل، الحل الردعي وحده ما ينجمش يكون حل، على خاطر اذا مش تتعبى السجون بمستهلكي ماده معناها الزطله ولا القنب الهندي ماهوش باش يكون حل. وال معناها التنقيح اللي صار في قانون استهلاك المخدرات كانت الغايه منه انه نرحموا شويه، نغفروا للمبتدئ المستهلك المبتدئ، معناها نغفروا زله القدم الاولى. القانون يطبق بكل حزم في العود وقت اللي نلقاو معناها المستهلك المبتدئ اللي سمحناه المره الاولى ولا عطيناه فرصه نلقاوه ما ارتدعش، وقتها يطبق عليه القانون وينجم يكون معناها عقوبه سجنيه وتكون قاسيه شويه. واضح به هذا للمستهلكين، به للادمان اليوم الدوله اليوم شنو قاعده تقدم للمدمن؟ معناتها اليوم المدمن اذا كان يقول انا ندمت انا مدمن ويبدا تعب على الاخر، اليوم كان يسلم روحه للدوله اسكو تقوم معه بالواجب والا لا؟ معناتها اليوم اسكو يعاق يتعاقب والا لا؟ اسكو تاخذوا اون شارج الدوله وتداويه والا لا؟ وشنو هي المشكل لهنا؟ الاشكال هوني انه القانون بصفه نظريه الباب الرابع من القانون 52 يكفل انه المدمن يتوجه بصفه تلقائيه يقوم معناها يطلب انه يقوم معناها الدوله يتعالج. تتكفل بعلاجه. الاشكال يقعد من الناحيه التطبيقيه، اليوم الدوله غير قادره انها تصرف على مراكز العلاج، معناها عندنا مركز في صفاقس سكر من 2015، صارت فما معناها مجهودات جمعيتيه. الاسباب يا استاذه؟ الاسباب الكلام هذا سامحني توا ممكن اي انسان مختص في القانون ينجم يقوله لنا، ما الحلول شنو هي معناها؟ الحلول وقت اللي نشخصوا الوضعية اللي نعيشوا فيها نشخصوها بالصحيح وقتها نجموا نلقاو الحل. وقت نلقاو المخدرات في المعاهد وفي المدارس وقتها نجموا نعرفوا اللي ما ينجم يكون الحل كان داخل الأسرة. وقت نلقاو صغيراتنا معناها غايبة عليهم الرقابة في الأسرة وفي المؤسسة التربوية، وقتها الحل ما ينجم يكون كان بينا احنا بالمجتمع المدني، بينا احنا ما نحكيو كأسرة. الإحاطة بصغارنا نسمعوهم نشوفوا مشاغلهم ما نبعدوش عليهم. احنا شفنا في سكتش اللي المدمن ينتمي لطبقة مهمشة، راهو فما معلومة صادمة أنه 90% من الصغيرات المستهلكين المخدرات ينتميوا لطبقة اجتماعية ميسورة فمتوسطة، معناها ما لازمناش نمشيو بمقولة لمال نغيف كوزوتخ، لا، راهي المخدرات نجم تكون في ديارنا وتمس صغارنا. به مدام أستاذة اليوم لو فرضنا أنا مدمن وتوجهت للدولة أنه تعالجني وفي ظرف في تونس أنه ما فماش دي سنتر متاع علاج، اليوم شو مصيري؟ معناتها اليوم اسكو نمشي للحبس مادام ما فماش دي سنتر باش يعالجوني، شنو مصيري انا كمدمن؟ هذا هو اللي قاعدين نعيشوا فيه سهيل، معناها الاشكال الكبير اللي ما فماش احاطه بالمدمنين، فما معناها مجهود جمعياتي، فما مجهود مجتمع مدني معزول. اذا كانت تتكاتف الجهود بين الجمعيات اللي هي تبارك الله عندنا برشا جمعيات ناشطه في مجال مقاومه الادمان، اذا كانت تتكاتف الجهود نجموا نلقاو حل، وخاصه وقت اللي نوعيو صغيراتنا، وقت اللي نعرفوا اللي راهو ما نجموا نقضيو على الادمان كان ما ناخذوا القرار انه نحكيه في مشكله الادمان ونبعدوا على ثقافه الكتمان، ما نقولوش لا هذا يا مدمن نعزلوه والا لا المدمن هذا ما نجموش نحكيه على الاشكال ونحطوا اصبعنا على موطن الداء. واضح ان شاء الله انتوكا تنقص الظاهره هذه. معناتها اليوم كي نحكيو سهيل فما دي سونتر بريفي راهو نتاع معالجه الادمان، الكلفه نتاعو باهظه صحيح
إن إذا كان فما معناها المدمنين اللي ينتميوا لطبقة اجتماعية ميسورة نجموا نحكيوا على مراكز خاصة. اليوم المدمنين معناها منتمين لطبقات مختلفة، معناها بالنسبة للطبقات المهمشة ما نتخيلش أنه ما عندناش حتى ثقافة أنه نمشي باش نداوي، معناها وكأنه القدر أني أنا مستهلك ولا مدمن وكأنه قدر معناها. سنة عندك متعلق؟ حبيت جست نعرج على مسألة أنه هو بالحق يلزم اليوم أنه أحنا نشوفوا حل لمراكز يعني العلاج، على خاطر عنا كانوا عنا زوز مراكز يعني سكروا اليوم، يعني على خاطر نشوفوا الشباب اللي أستاذة أكيد يعني في بالك أنه الشباب اللي يغلط مرة واحدة ويدخل السجن، وكلنا نعرفوا شنو صار في 2013 و2014 وعمليات الدمغجة اللي صارت في السجون التونسية وعملية غسيل الدماغ اللي صارت في السجون التونسية، ومن كان داخل على يعني مجرد استهلاك للقنب الهندي اخرج لنا انسان متعرض لغسيل دماغ. واضح به. شكرا مدام سماح، الاستاذه سماح شقشوق. خلينا نكمل الختام، شو تقول للناس اللي يعانيوا من افه كيما هكا؟ والله ان شاء الله معناها نتمنى الشفاء، وان شاء الله احنا كمجتمع مدني، وان شاء الله الاسره تقوم بدورها ترجع لدورها الرقابي، نحيطوا بصغيراتنا نحاولوا نقربوا لهم على القليله، المعالجه تبدا من النواه الاولى، معناها اذا كان نقضيوا على الادمان بين الصغيرات نجموا وقتها نلقاو حل مع الكبار. شكرا الاستاذه سماح شقشوق. يلا مكملين مع بعضنا في ستوديو 9 على قناة التاسعة. تود سويت لي بون بلو مع هيفا. مازلنا في لي بون بلون و لي بونز ادريس، وتوا باش نمشيو للقروين ونستقبلوا مدام نجاح اقدح. طلع مدام نجاح على الفيتير ومن بعد نرجعوا نحكيوا. مدام نجاح نورتنا كالعاده. عايشك بارك الله فيك. اي دونك احنا نحبوا نذكروا الساده المشاهدين باللي موجود عندكم في سنتر قدح في القروين. اي بالنسبه لاسباس قدح الاختصاصات اللي فيه الكل، المكياج ارتيست، المكياج بيرمانون، دي تاتواج، لي سوان فيزاج، لي سوان دي بي، كل شيء توسكي لي سوان. دكتور حبينا نعمل التذكير اللي راهي البرومو مازال حتىش الفان فيفري اي في كل شيء،
وكل حاجه توا في الجمعه هذه اللي مش تعملها سوي في العرايس ولا في لي تانتور ولا لي سوار وعندهم توا كادو. اي نزيد نذكروا زاد الساده المشاهدين انه جديد في 2023 هو الكساوي اللي باش توليو تلقاوهم ديسبونيبل في سنتر مدام قدح. وعندك لي فورماسيون. اي فورماسيون تاع المكياج بيرمانون. وليت معناتها تعمل دي فورماسيون للمكياج بيرمانون. نزيد معناتها حاجتين شفان فيفغيي عاملين 50%. دونك نعاودوا نذكروا الساده المشاهدين وين نلقاو اسباس قدح. اسباس قدح في قروان في حومه سيدي سعد وين قليم الحارس. ولي ريزو سوسيو نفكروا الساده المشاهدين بهم وين نلقاو اسباس قدح. اسباس قدح. دونك والمعلومات هذوما الكل بيان سور تلقاوهم اسفل الشاشه. ميرسي بوكو مدام قدح. نخلي لك كلمه الختام مدام نجاح. كلمة الختام نحب نترحم على بابا الله يرحمه ونحب عايشك ونحب النجاح هذا الكل اللي وصلت له هذاك راهو مفضل عليا وفضل زاد راجلي اللي ديما في كل حاجة واقفة معايا ربي يفضله لك يعيشك بارك الله فيك ونشكر كل من يحب نجاح وكل من يعرف نجاح واحنا زادا نشكروك وان شاء الله نشوفوك على قريب كنتوا في ان دي بون بلان في ستوديو 9. حمزة بن عيد مرحبا بك انت جاي اليوم تمثل في شوروم براذرز ديزاين تونيزيا اللي هو سبيسياليزي في اللوميير ديكوراسيون. مرحبا بك حمزة. نمشي ونشوفوا البتير ونرجع. احكي لنا اكثر على السبيسياليتي نتاعكم على البرودوي اللي تقدموا فيه وعلى منين تجيبوا سورتو اسكو تعملوا امبورتاسيون اسكو انتم تعملوا الديزاين. اه بون احنا السوسيتي فون تو لي برودوي ليمينير اي ديكوراسيون. داكور. الامبورتاسيون نعملوها من الاوروب فهمت لي مارك الكل اللي نخدموا فيهم كلهم انترناسيونال. نعم. عندنا كيما هذا برودوي جديد حاجة توندونس ياسر مزيان اللي هو سيستيم مانيتيك اللي عوضنا في لي برودوي نتاع هذاك لي سبوت ولا اي معناتها البرودوي هذا يحط لنا ليسباس اون فالور فهمت حاجة توندونس. بالنسبة للكونسوماسيون تاع اللوميير ليد ليد هذا بلي ايكونوميك على ايكونوميك وحاجة ياسر مزيانة معناتها حاجة توندونس ومزيانة برشا فهمت لي ديرنيغ تكنولوجي فما بليزيغ شوا اللي يحب الحاجات البلوتو كلاسيك ولا حاجات مودرن عندكم بليزيغ ديزاين تو سكي توندونس واي حاجه وهذوما توا اللي راهو فيهم احنا في التصاور نجموا نحطوه في اي اون بو لو بلاسي في اي ديكور نحن نحبوا عليه في بيت نوم في صاله في صاله مونجي هذا برودوي ديستيني مش كان معناتها لي ميزون لوكسيوز تنجم تعملوا في كافي تنجم تعملوا في ريستو جبت تعمل حتى في عندنا دي كليون عندهم دي زوتيل جبت تعملهم خاطر حاجه ياسر مزيانه اي تحط في اي ديكور انت تحب عليه تحكم في الاسباس اللي وين تحب انت معناتها تحط معناتها مش لازم لي سبوت هذا معناتها يحط لك
ديزاين مزيان برشا معاه فهمت. اي كيما قاعدين نشوفوا وين موجود الشوروم تاعك؟ الشوروم تاعنا عندنا في مازا سيت اكوتي سونتر الامير. سينو عندنا في صفاقس روت جرمدا كيلومتر 3.5 سيدي عباس. وبالطبيعة اللي يحب يشوف اكثر دي موديل عندكم عندنا باج فيسبوك وانستغرام. احنا ديجا الباز نتاعنا فونت اون ليني وتعملوا ليفريزون بالنسبه ليفريزون ان دوميسيل. داكوغ. وفما حاجه نمتازوا بها اللي هي نعملوا فيزيت للكليونات معناتها على كيما جمهوري نجموا ننصحوا معناتها شنو الديكوراسيون اللي نجم يعملها ونجم معناتها نعاونوا اكثر فهمت. يعطيك الصحه. بيان سور معنا دي زاشتيكت نجموا عاد زاد دي زيكسبير يفهم في الليمير ونجموا زاد يسهلوا الشوا بالنسبه للحرفاء. يعطيك الصحه حمزه بن عايد. يعيشك. كنتوا معايا انا في لي بون بلان و لي بون زادغيس مع حمزه عايد. مرحبا بيك سامي جراد، تجينا من جوهرة الساحل سوسة، نورتنا. عايشك. نمشي ونشوفوا قبل كل شيء الفيتير ونرجعوا. يلا كنا نشوفوا سامي سنتر تاتو بيوتي اللي موجود في سوسا سبيسياليزي في التاتواج مكياج بيرمانون. زاد عندكم لا ريكونستيتيوشن باش نحكيو على لا ريكونستيتيوشن مثلا على لا ريباراسيون. احكي لنا اكثر. باهي حبيت نحكي اون جينيرال معناتها على توسكي مكياج بيرمانون، اما باش نركزوا الاكثريه على الكوريكسيون. الكوريكسيون كيفاش تصير؟ مثلا ثم برشا نساء وبرشا عباد عملوا قبلك المكياج بيرمانون ولا التاتو اللي اخضر ولا اللي ازرق وكل شيء. يبدا منظره خايب برشا. دونك تصلحوه. اي بالنسبه للكوريكسيون تصير مثلا هذه رساله للنساء الكل معناتها ما تخافش التاتواج هذاك يتصلح. معناتها كل جري ولا اخضر ولا حموريه ثماش حتى مشكله، راهو توا نجم نصلحوها بالكوريكسيون تاع المكياج بيرمانون هذيك. بيسمي وكي يبداو فما دي بلو في لي ليفغ ساعات نشوفوا من تاثير مثلا التدخين. هل فما حل عندكم؟ كيف كيف زاد لي تاش الغامقين ولا لي بوان بلون هذوك اللي يبداو في الشفايف كيف كيف فيهم كوريكسيون وترجع الشفايف معناتها تاخذ كولور مزيان ويدوم حكايه مينيموم عامين. داكوغ. هذايا بالنسبه اللي نلقاوه في سنتر تاتو بيوتي. أيوة. اما توا باش نتعداو ونحكيو على لو برودوي كولت ديرماين. باهي في اليوم جبت لنا برودوي جديد قاعده نشوف فيه. جبت زوز انواع نتاع زيوت يتسماو زيوت ميراكل بالرسمي، خاطر معناتها ثم برشا عباد يعرفوا زيت قلوب الهندي. اي اللي هو اكيد زيت قلوب الهندي عنده برشا حاجات ايجابيه للبشره. أي. يرطب البشره، في معبي بالفيتامين بي 5، في الاوميغا 6، يقوي البشره ومعناتها ينحي التجاعيد بالقدا. هذا بالنسبه للفيزاج. وثم زاد حاجه اخرى للشعر، لونتي شيت اللي يصلح الشعره يغزرها ويرطب الشعره من تساقط الشعر. اي اللي هو زيت الثوم الاسود. أي معروف الثوم الاسود معروف لفيل تاعو على الشعر، وزاد حتى للرجال اللحيه زاد معناتها توسكي تساقط شعر اي نوع تاع تساقط شعر. اي سواء في اللحيه ولا في الراس ونعاودوا نفكروا العلاج نتاعو. الساده المشاهدين انه لي برودوي نتاعكم 100% ناتيرال. وتوا عاملين بروموسيون في الليفريزون غراتويت لتونس الكل.
اي نوعين تاع برودوي في الجام ديرمائين اي نعملوا ليفريزون غراتويت. يعطيك الصحه سامي. عاود فكر الساده المشاهدين اللي حبوا يشوفوا لي نوفوتي نتاعك والا يحبوا يعطيو دي كوموند في لي برودوي على لي ريزو سوسيو وين موجود. باه الانستغرام جراد تاتو بيوتي والباج فيسبوك سامي جراد، واللي تحب تعدي ليفريزون عندنا نمرو تليفون 58 099 270. يعطيك الصحة سامي جراد. اي بيان سور السادة المشاهدين عاود نذكركم اللي المعلومات اللي تحتاجوهم الكل تلقاوهم اسفل الشاشة. وتوا نمشي وننتقلوا للبلاتو بتاع ستوديو 9 مع زميلي اسو. مواصلين في ستوديو 9 على قناة التسعة. يلا تود سويت ديجيتال نيوز مع رؤيدة ندومة. شعنا اليوم في ديجيتال نيوز رؤية. اليوم جيت بزوز أخبار يا سهي. الأخبار اللي نحب نبدأ به البرنامج متاعي أو الروبريك متاعي اللي هو يحكي على شابة تونسية أصيلة ولاية المهدية لأم بلجيكية عاشت صغرها في بلجيكا وتربيت في بلجيكا، واليوم جات واستثمرت في أرض واستثمرت في ملك والدها ومسقط رأسها ولاية المهدية من معتمدية شربان. اليوم نحكي على كريمة البدوي اللي مخلية زيت الزيتونة التونسي يزور، أو خلينا نقول زيت الزيتون التونسي تستورد منه العالم أجمع. العالم أجمع اليوم ومش كان هذا، عملت معصرة في الأرض متاعها، استوردت زيت الزيتونة اللي كانت تجمع وتصدر فيه. وزيدا مش هذا كهو، اليوم كريمة البدوي قاعدة تخمم باش تعمل في وسط البلاصة اللي فيها المعصرة ميزان دوت اللي هي تتمثل في أحسن بلاصة في الساحل من ولاية المهدية. حاجة مشرفة على الاخر وحاجة عالمية على الاخر. اكيد. وكيما زاد نشوفوا انه هذه انسانة تربيت في الخير، اليوم استثمرت في بلادها، ونقولوا اللي تونس بشبابها وتونس بنساها ورجالها غدوة خير. نحكي زاد على شاب انقطع عن الدراسة في سن 15 سنة بسبب ظروف عائلية. كي نقول سبب ظروف عائلية نقول كل إنسان وظروفه، وساعات تجي ظروف تحكم فينا وتخلينا إنه نبعدوا على الحاجة اللي احنا نحبوا نوصلوا لها أو ما نكملوش في الغرام بتاعنا على خاطر عائلتنا. اليوم نحكي على شاب مدير الأكبر شبكة The Regency Club اللي موجودة في الصين. اليوم نحكي على ممدوح لغديمسي اللي من عام 2000 لليوم 2023 وصل للمنصب هذا ووصل للرتبة هذه. ألوغ التصويرة قدامكم، شاب تونسي يمثل تونس مع أهل الصين ويمثل تونس مع الجالية الصينية. تصفيق عليه زادة في الصحة. هذه كانت روبريك ديجيتال نيوز لليوم في إيميسيون ستوديو 9. حبيت نقول لكم تحياتي لكم الكل، ميرسي لتوت ليكيب، ميرسي سهيا، ميرسي للبوبليك الغالي. كانت معكم رؤيدة مدومة. ايا دينيز مادامنا في التفاؤل والبونيمور، شنو تسمعنا؟ شو بتسمعنا؟ الاغنيه مش بتاع التفاؤل بالكل. عليه؟ والله. وعلاش؟ شنو المشكلة؟ حزينه كئيبه. اخترت الحاجه كئيبه؟ علاش كئيب انت تو؟ ليه مانيش كئيبه؟ ما سلو روك. ما هو الفنان كي يعمل اغنيه يعمل عنده احاسيس ولا؟ اي. شو موضوع الاغنيه؟ موضوع الفراق والهجران وال حرام 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 عليك. كلمات شكون؟ باش نقول لك كلمات بشير اللقاني، الحان كاظم الحركاتي، توزيع منير الغضاب. حرام عليك تنسى هوايا وحبي ليك، تنسى حرام احلى غرام وانا اللي روحي ملك ديك. يلا نسمعوا. يس يلا توت سويت معز دينيز. هاتي
حرام 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 عليك تنسى هوايا وحبي ليك تنسى حرام أحلى غرام وأنا اللي روحي منك ديك حرام 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 عليك تنسى هوايا وحبي ليك انسى حرام أحلى غرام وأنا اللي روحي منك ديك حرام 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 عليك مش شك بعد حبي ليك مش شك هان كل اللي كان ياللي انت مني وغير عليك حرام 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 عليك مش شك بعد حبي ليك مش شك هان كل اللي كان ياللي انت مني بين الأيام ما شفنا غير الآلام واللوم عليا ومش لكن أنا رغم الظنام هواك ساكن في العيون ظنون ظنون آه من الظنون خلت هوايا عليك يهون لكن أنا رغم الظنام هواك ساكن في العيون ألم ألم عايشين ألم نسين هوانا من المنام سينا اللي فات والذكريات ماضينا تاه منا حرام ألم ألم عايشين ألم نسين هوانا من المنام سينا اللي فات والذكريات ماضينا تاه منا حرام ضعنا لعبت بين الأيام ما شفنا غير الآلام واللوم عليا ومش عارف ضعنا وضعت الأحلام لعبت بين الأيام ما شفنا غير الآلام واللوم عليا ومش عارف برافو دينيس برافو دينيس دونك تحيه لكم الكل تتفرجوا في استوديو 9 على قناه التسعه يلا باش نستقبلوا تو سويت منال الحمد لله ديما انا ندخل بالشو نتاعي مرحبا يعيشك الجمعه هذه انا جيتكم ما نجمش نسمع حاجه ما نجيش نقولها لكم اي ما يجينيش النو نبداو باول خبر يفرح وفرح التوانسه الكل اللي الجمعه هذه تقاسمنا فرحه كبيره مع البجعه الجميله الممثله وزميلتنا حنان الشقراني احتفلت بعقد قرانها يوم الجمعة حنان شاركتنا فرحتها وهذا اللي ريناه في وطيتها اللي حضر لها عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وجمهورها زاد ألف مبروك الحنان وخبر آخر زاد محليه منال عمارة حضرت الجمعة اللي فاتت في فكرة سامي الفهري وحكيت برشا كلام على الحب
أنا والله معاك وفرحني الكلام ذي على الأخر، وأنا زيدا نحب الحب برشا. أما فما حاجة يا منولة، أنت قلت تحب الورد، أما تحب زيدا شكون يهديلك الديامونت؟ عزيز قلبك ربي فضل هولك. عنا مشكلة واحدة، الاسم على الاسم صحيح، عنا مشكلة متاع عزيز القلب. عزيز قلبك وعزيز قلبي كل واحد وقلبه شهز عزيز. وانا نحب نهدي اغنية لعزيز قلبي ما نتسماش منولة. عبرت منال في عيد الحب على حبها وعزيز قلبها، وان شاء الله ربي يهنيها وان شاء الله ربي يفضله لها. نتعديو من بعديك الاخبار اخر، بعيد على الحب بعيد على كل حاجه، نتعديو لسواغ مان. الدائره الجناحيه السادسه المختصه في قضايا الفساد المالي غدت الجمعه هذه سجن المغني الراب سواغ مان 20 سنه سجن في قضايا متعلقه بتهمه التحايل. وحسب المعطيات الملف هذا فانه القضايا تقدم بها اشخاص جلهم اجانب وخاصه فرنسيين، وهو في نشر ان سواغ مان موجود في المكسيك. وفي تعليق لسواغ حول الحكم هذا قال: يا اخي انا ديناصور تحكموا عليا 20 سنة، أنا راجل وباش نروح نسلم روحي نهار السبت. هذا كانت الأخبار اللي عندي اللي ما نجمتش ما نجيش ما نقولها لكمش. إن شاء الله الحلقة الجاية نجيب تحية الهاشتاج ميديا. إن شاء الله الجمعة الجاية نجيكم بأخبار جديدة، وباش نقدم توا تحية الإكرام بيوتي سنتر المروج واحد. وبالمناسبة مدامني أنا في قناة التاسعة واستوديو ناف، نحب نحيي بناتي التوأم قدس وفردوس اللي عملوا 9 سنين، ونقول لهم كل عام وانتم حيين بخير. بوسه كبيره يا روح ماماكم، وربي يفضلكم ليا، وان شاء الله نشوفكم في اعلى المراتب. ربي يفضلهم لك، تحيه لنيل. علي مواصلين في استوديو نوف على قناة التاسعة تود سويت فولي فام مع درصاف شعال. شبيك سنة؟ مرة أخرى فولي فام مرة أخرى باش نعودوها روبريك هذي سي صحيح، يعني ولات حاجة قديمة ديجا تعديت في برشا قنوات. في بيننا ديجا فما زميله في قناه شقيقه قاعده تعدي في نفس الكونسيبت، وتبارك الله عليها وناجحه. يعني نحاولوا انه احنا في استوديو نوف نحاولوا نجدوا ونجيبوا جديد، نجيبوا حاجات يعني جديده، نخرجوا من الكونسيبت القديم ونجدوا، خاطر سي ولات مستهلكه فكره بولي فام ولات مستهلكه. نعم شكوني زميله؟ لا زميله في قناه شقيقه مش زميلتي، زميلة تخدم نجلة في بالي، نجلة نجلة تونسية عملت يعني روبريك قول قالتها، قول قالتها نجلة حاجة كيف هكا يعني قالتها. قول نجلة قالتها اللي تحكي في نفس الكونسيبت. أنا ما تحبها هذه، خليني نعاونك مرة تو تعلمها تو تعلم. لا مش من طموحاتي حق. نجوى عملتها وما فيش قادة تحكي. نجوى مازالت في ديفيزيون 2 راني نكتب. لا قدتها أنا حق. أنا لحظة، انا راني درصاف الشعال نكور في تشامبيونز ليغ على روحي، معناها ضربه من عند معلم والعشره من عند صانعي. ماهيش صانعه نجله، نجله نجله تونسيه، نجله فنانه استعراضيه، نجله نجله فنانه استعراضيه. انا انا قدمتها بالسيانه. انت مش جرالك خلي نجلس يلا سنه يلا يلا خلينا نواصلوا. انت مش جرالك بيك نعطيك معلومه. انا قلت لك انا صانعه يلا نواصلوا. نجمو نجله تونسيه فنانه تونسيه عندها كارير دونك. يلا درصاف عندك فولي فام يلا نهديها النجلة دي. نحبك برشا يا عزيزتي ومازلت تتحسن وفرحانة بخدمتها. فولي فام في الحلقة الأولى اللي أنا مخرة دخلت خلطت عليهم الخلوط، نحب نحكي على نولي فام في بعضنا، نحكي على احنا ننسى في بعضنا كي مرأة تحب مرأة وتقربها منها وتصحبها وتثيقها وتأمنها وتحكي لها أسرارها وتدخلها لدارها توكلها مها وملحها
بيتها في فرشها، وإذا لزم زادة تلبس لها حوايجها فما حتى مشكل. مع الوقت تولي تحب، تولي هي تولي تقارن في روحها بها، تولي تحسدها على الضحكة اللي تضحكها، تولي إذا ما نجمش تاخذ لها حاجتها تحرمها منها، تولي العدو اللدود متاعها اللي تعرف فين نقطة ضعفها وتعرف فين الضربة اللي تقتلها. تحب يكون عندك صديق صدوق، صحب راجل، الراجل ما يخذ ما عند المرأة كان هي تحب تعطيه له. المرأة هي اللي تحدد مكانتها في حياة الراجل وكيفاش يحترمها ويتعامل معها. الراجل ما يخونش وما يغدركش وما يبيعش سرك. الراجل كيف يكون صاحب وصديق وعشير يخاف عليك وينصحك بالحق. راه ما تهلك المرأة كن المرأة، وما يهلك الراجل كن الراجل. باي باي. تحية لطاف شعال. هكا نكونوا وصلنا لختام حلقتنا لليلة من استوديو 9 على قناة التاسعة. نحب نشكر الجمهور اللي حضر معنا الليلة. تحية كبيرة برشا الحسين زعيم على الكوافير المزيانة. نحب نشكر اف سي فاشن فهمي الشعري، نوجه له تحيه كبيره برشا على اللبسه المزيانه اللي ديما منورني بها اف سي فاشن. تحيه ليه، تحيه كبيره ليه. يلا هايفا الحبيب، ميرسي. ميرسي سهيل، ميرسي على توت ليكيب. الجمهور زاد نشكرهم على التعب نتاعهم، ليكيب تكنيك الكل، فريق الاعداد. نسلم على الناس الكل. ددو نورتنا يا روح القلب، نورتنا بحضورك. ان شاء الله نكونوا كنا خفاف ظل. نحب نشكر مانوشكا بوتيك على لا تونو اي ديدو بيوتي بور لا ميزون بوتي. ميرسي معز دينيز. ميرسي. ميرسي يا فوا، ميرسي يا توت ليكيب. ان شاء الله يستمتعوا معنا الساده المشاهدين وعدينا وقت حلو برشا. اتري بيانتو. شكرا قيس سوايح. ميرسي يا توت ليكيب، ونشكر الجمهور، وميرسي خويا حسين كواف، وان شاء الله عدينا وقت طيب مع بعض الناس الكل. ان شاء الله. قيس لاديتي. ميرسي سهيل. نحب نشكر ليكيب تاع قيس كواف الكل اللي قاعده تخدم واقفه على السونتر بالكدا بالكدا. نحب نشكر امي بابا اخواتي سيغتو سيغتو سميه اختي، ونحب نقولها توحشتك برشا برشا برشا، وان شاء الله على قريب نشوف. ربي يفضل لك. شكرا هلال فهري. Pour finir en beauté, donc en bas à les ondes négatives, à ta chaîne, j'ai le col. قررت باش نولي نخدم حتى انا بحكمه من حكم العظماء اللي بالرسمي، فهمت؟ يقول وين داير، عندما تحكم على الاخرين فانت لا تقيمهم لكن تقيم نفسك. دونك اكسيلونت سيمين اتوس. ميرسي دورساف شعال. ميرسي، ربي يفضلكم ان شاء الله ديما ملمومين في الخير، حتى كان نختلفوا راه نقعدوا ديما نحبوا بعضنا، خاطرنا احنا عائله باللي باش يصير نحبوا بعضنا وطموحنا واحد وحلمتنا واحده، ان شاء الله ديما مكملين. ميرسي اسلام رديسي على الروبا المزيانه، اكرام بيوتي سنتر وحسان الزعيم. ميرسي. نحب نبوس عبد نحبه برشا 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 اللي هو يعقوب ولد عليا اختي الله يرحمها. ساكوموني جو تيم بوكو. ميرسي. ميرسي. شكرا سناء المجري. فرحانه انه العوده بتاعي كانت معك انت وزميل، يعني زميل قديم في الاعلام، وفرحانه اني رجعت مع اعلامي في استوديو 9. نحب نشكر اكرام بيوتي سنتر مروج واحد، ونحب نحيي قبله كبيره برشا الماما اللي موجوده حاليا معايا في تونس، ونقولها ان شاء الله لاباس. تحيه لها وان شاء الله لاباس. شكرا قدور الارتيستو. شكرا حسين زعيم، شكرا يا زعيم.
وأختم بخاطرة من خواتر العظماء، واحفر لسرك في فؤادك ملحدا، وادفنه في الأحشاء أي دفان، إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولي النهى شكلان، لا يبدو منك إلى صديقك زلة، واجعل فؤادك أوثق الخلان. والسلام عليكم ورحمة الله. تحية لك. يلا هكا وصلنا ختامها مسك، تحية لكم الناس الكل، اقعدوا ديما على نفس القناة، قناة التاسعة استوديو 9 كل نهار أحد، باش نختموا بكوكتيل استوديو 9 مع قدور درصاف شعال وقيس سويح في كوكتيل استوديو 9. أجمل تحيات سهيل الغداوي، ما تبدلوش الشين، باي باي. ملكم ومالنا سقسوا على حوالنا، اش كسبنا وش زرالنا، سقسي عليكم الخير، كلموا في حالنا بيكم على بالنا، اللي خذلنا خبالنا في الدنيا ربي كبير. مالكم ومالنا سقس على حوالنا، شي كسبنا وشي زرعنا، سقس عليكم الخير، كلموا في حالنا فيكم على بالنا، نخبلنا خبالنا في الدنيا رب كبير. ابن عايشين في غمامة طالبين السلامة، انصرنا يا مولانا، صرفوا علينا حشيش كتامة، خلونا كريتامة نتحسبوا بالقيامة. المواهب ضيعتوما وبالشيخة هرستوما، كيف بغيتوا تشوفوما، يفلس لبلاد قاعك ليتوما، للبرا نعطيتوما، اجلي راسي قمعتوما. مانا مانا حبك كيتعلق بيك وفيك وثق، واسمع كلامك وصدق، بيبي بيبي تبلك، والقلب اللي فيه حبك كيتعلق بيك وفيك وثق، واسمع كلامك وصدق، جرحك في البال بعطيني بالمال، سيت ايام زمان وما حسيتي بيا، ما حسيتي بيا، اخترتي الفراق بعدك مر وحراك، وكدتي الاشواك وبكيتي عيني، بكيتي عيني، ما ثم سماح روحي مكيني، حسرة من كان هو قيس يريدك، يكفي الأسراح دمعت عيني، حب اللي كان هديته بيدك.
خبي يزي خلي حرام تحيرني لواجع يا انا ماضي ونسيته من القلب الماضي نسيته وللماضي علاش بيا راجع علاش ترجع فيا لي ما دام اللي فات اتعدى حرام انتي تفكرني فيه ما لقيتك شي وقت الشده جيني اليوم وتقول لي راجع ما لقيتك شي وقت الشده جيني اليوم وتقول لي راجع يزي خلي الجرح مخبي يزي خلي حرام تحير لي لواجع يا انا ماضي ونسيته من القلب الماضي نسيته للماضي علاش بيا 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 راجع صرفوا علينا حشيش كتامة خلونا كل يتامة نتحسبوا بالقيامة يا المواهب ضيعتوها بالشيخة هرستوها كيف بغيتوا تشوفوها يا فلوس لبلاد قاع كليتوها اللي البرا نعطيتوها جيني راسي قمعتوها مانا 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 علاش بغيتو تلومونا كيف قلنا الحقيقة هذه آخر كلمة عندي نكتبها من قلبي الشدة فيك يا ربي يا مانا 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 يا مانا